تعرف نظرية عنق الزجاجة؟ أهلا وسهلا فيكم. الدخول كان سهل الحمد لله عشان يمكن جينا بدري شوية. هذا المسرح وهذه السيتينج. إحنا هنا سموير هنا. المهم هذه الشاشة يعني حتكون أحسن وقت الواحد يقدر يصور فيه. طيب هذه المنطقة الذهبية. والله الأريا حقهم نايس. إحنا في منطقة اسمها دايموند. هذيك الرويال مش عارف إيه. وهذه اللي هي المنطقة اللي ورا. لو شفت الناس يعني هم بيصوروا تقول إنه المحل يعني مرة كبير وخلص طلع حق صلصة. طيب نأخذكم جولة. خلينا نطلع اوريكم بس فيش في برا. This is the closest ever. هذه كده المسرح. هذه اللونج حق المنطقة حقت الدايمون. شايفينها؟ المهم في ناس ما ابغى اصورهم. هذه الاماكن. جيد والله اللونج يعني حركات. بس والله نروح وحشتني مراتي بصراحة. اخذتكم جولة ما له ما داعي. المهم يعني نرجع نخش جوا. منظري حضرمي صح. شوف شوي من وجهي اليوم عبد المجيد كثير من عبد المجيد. اشكر الناس اللي حضروا امس. المكان مقبول مقبول مقبول. الحضور الكريم باقي من الوقت 10 دقائق. سيدات والسادة رحبوا معي بالفرقة الموسيقية وبقائدها المايسترو وليد فايد. السيدات والسادة رحبوا معي بأمير الطرب الفنان عبد المجيد عبد الله. يا هلا وسهلا فيكم. جدا مشرفتني اليوم. بناتها الطيبين المبتسمين الحلوين ربي ما يحرمني منكم. 38 سنة ويوم. أنا لازم أصيد حبايبي لازم. الأستاذ الموسيقار ممدوح سيف. يا طيب القلب حامد إهداء إلى أم هاشم. عايش سعيد أنا عايش بدونك بس عايش بس الحزين اللي تربع قمة الأحزان عندي سعيد. يا طائر الأشجار أبكي إذا غرد طائر على الأشجار وأقول إن ردت وبحر
مساء الخير. ولو ما شفتك بديك لينا الصدفة، لو بما يجري وصلتك جات في جنبي والمقادير أول حكايتنا. اوكي، هذه هي المشكلة الأساسية في فترة البريك، هذه الزحمة كلها يبغوا يخرجوا في نص ساعة. عز الله لو وصلت هناك خلصت نص ساعة. It's not good options. تخلي بوابة وخمسة آلاف شخص يدخلوا ويخرجوا وعندك نص ساعة، مستحيل أحد يسوي يطلب مشروب، مستحيل أحد يطلب أكل، مستحيل أحد يسوي أي شيء. اللي حيسوي زي كده تقريبا مستحيل إنه يرجع في وقت الحفلة ولا رجعة الحفلة. الحاجة الثانية حكاية إنه الناس تتحرك والمغني بيغني، أنا صراحة ما حبيتها، خصوصاً لواحد زي عبد المجيد. يلا نكمل البارت 2. السؤال اللي 10 ريال، كيف حتجلس هذه الناس كلها عشان تبدأ الحفلة؟ عودنا والعود أحمد. يا عمر عمرك قلبك أحمد وحمد. الله الله بالله. الله 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 بالأمانة يوم أمنتك في قلبي. الله الله بالأمانة. الله الله بالأمانة. الله الله بالأمانة. وكل أمر سهل الله بدون ولا كيف أنا بودع. وين دينا؟ كلهم بنات، لا تفهموا غلط. وروحي تحبك غصب عني تحبك. عود نكمل فرقة. أنت حل شخصيتك موقف أمام مرايتي. هزمتني هزمتني وأكلت فيني راحتي. بسمع كم الكهى ما راح أحب غداني بردي للأمان. أنا ولدي عبد الله عيد ميلاده اليوم. طب غني له جار الهوى جار يا باب. غني مولاك هاني. الله يا عيد ميلاد عساها مئة عام. غني الروح حبيبي يا عبد الله اطلب من الأماني. الليلة تناديك نحنا. الليلة الليلة يا ولدي تنادي. الله سنة طيبة يا عبد الله. هذا أغاني جدة هذه.
سبحانه وقدروا عليك وخلوك تسحب لا بتسأل علينا خلاص قفل وجهنا أمامك وسبحانه وقدروا عليك وخلوك تسحب لا بتسأل علينا خلاص قفل وجهنا أمامك ولا عاد زل أو طلع يحق لكم لنا الله ولا عاد زل أو ضل يحق لكم لنا الله وسبحانه قدر عليه الله يا عيني حبنا تعطى كتير ايمان ما راح يصدق الحلفان لو تحلى كتير ايمان ما راح اصدق الحلفان نسيتنا واحنا في جدة نسيت ايامنا الحلوة نسيتنا واحنا في ابحر ونسيت في جدة أيوة. يا من الحلوة وسبحانه وقدر عليك شيخ يسعد يومك يا شيخ مخرجنا الدوغجي يولع الصالة واسوي سلفي مع حبايب جدة ولعت الصالة يا حبيبي أحلى سلفي لأهل جدة انت من تنسانا تفضل قلبي مو من قلبك الصغر مثل ما تشعر تأب اني اشعر طول العمر يا جيمان كلي مكيف كلي مسلسل كلي مصروفة ولا انتكاك الله انت رهيب والله ما اكبر من يشبهك يا ملا من يشبهك يا ودادي الله ما كبر غلا ينبض بحبك من يشبهك يا ملا يا ودادي انتو بشر غير عادي فيكم جمال عجيب رهيب والله اللهم اكبر الله الاكيد اني انا اللي ما اشتهيت والله 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 ما اشتهيت الاكيد اني انا اللي ما اشتهيت حفله مره حلوه حفله جميله صعب ان واحد مغني زي عبد المجيد وعنده هذه كميه اغاني يغني كل الاغاني اللي انت نفسك فيها لكن في الاخير الله يدي العافيه جمل جمل ومن جد من جد الله يدي العافية أبدع 3000 ريال لأجل خاطر عبد المجيد إيوه لكن كأوفر أول والله يا عم زكي ما في زيك والله ما في زيك أنا متصور 3000 عن عم زكي يا راجل ممكن يحط لنا سرير حفلة حلوة تنظيم جميل ياسين بنمشي عشان ندور على السيارة حقتنا الله لجلين ابو عبد الله الاخير الله يحميك ابو عبد الله الله يحفظك الله يكفيك شر العين والف شكر لك انك جيت جده ونورتنا هذا هو نهايه البلوج